يوميات صعبة تعيشها هذه الستينية منذ سنوات للحصول على المياه، تتخطى الحجارة والتلال في خضا متسارعة للوصول إلى بئر القرية التي تبعد عن بيتها نحو كيلومتر، لتنضم إلى أخريات يعانين معها من المشكلة ذاتها والظروف نفسها. جهد بدني كبير تبذله هذه السيدة العجوز لتحصل على الماء وتعود بحملها إلى بيت عبر طريق شاق. نعاني من مشكلة جلب المياه، ومع ذلك هي مياه ليست عذبة وفيها ملوحة كبيرة، لكننا مضطرون لاستخدامها، ونضطر في اليوم الواحد أحياناً للنزول 10 مرات لجلب المياه إذا أردنا أن نأتي بكمية كافية لمدة يوم واحد. وأثناء المد البحري وارتفاع منسوب هذه المياه تصبح القرية معزولة عن اليابسة، ما يزيد من صعوبة نقل الماء إليها. وتجنبا لمشقة جلب كمية كبيرة من الماء، تفضل سيدات هذه القرية حمل الملابس وغسلها قرب البئر، حيث تنشط هذه الحركة نهاية كل أسبوع. نعاني من أزمة حقيقية مع الماء، البئر بعيدة عن القرية، ما يدفعنا إلى أن نأتي بالملابس هنا ونغسلها، ونضطر لجلب المياه التي نشربها أو نطهو بها الطعام بطريقة صعبة. البئر القديمة للقرية التي كانت مياهها عذبة نسبياً تكاد تجف، ناهيك عن النفايات التي تغطيها. أما البئر الأخرى فتوفر ماءً مالحاً كما يقول أهالي هذه القرية، الذين يطالبون الجهات المعنية بتوفير بدائل أخرى من المياه العذبة لسكان القرية وعدم إهمالهم. وما زاد من معاناة هؤلاء أن قريتهم أبيدحن التي تقع على تل يطل على المحيط الهندي غربي مقديشو غير مؤهلة لاستخدام العربات في نقل المياه، ليصبح ظهر المرأة وفق التقاليد المحلية الوسيلة الوحيدة لإيصال المياه. عبد الرحمن بخاري، العربية، قرية أبيدحن غربي مقديشو.